في ناس بص تيجي تتكلم حاجة على الزمالك تزعل، تتكلم حاجة على الأهلي تزعل. بص يا جماعة لازم نعرف حاجة، أنا بقول اللي يرضي ضميري أنا كفني وككورة، مش ضمير هو كلاعب كورة. طيب ومحدش يشكك إن أنا زملكاوي عشان بس الناس بتصدق. لكن أنا راجل واقعي، مش معنى إن أنا راجل زملكاوي أقول أي كلام أضرب أي كلام. طيب الزمالك انا اسف لا تعكر، عشان كده الناس بتحب تسمع لك، والله بتكلم بجد مش مجامله، عشان كده الناس الحمد بتحب لله. تسمع ارائك وبتحب تسمع لك وبتحب تشوف كلامك الفني. ما انا هكمل، انا بقول لك نيابه عن الناس بشوفها بتتكلم عليك ازاي. انا زملكاوي زملكاوي صميم، حتى لما باجي انتقد الزمالك ده لصالح نادي الزمالك، وده زي ما قلت لك اللي انا شايفه، انا ما حدش بيأثر على ارائي خالص. لو شفت حاجه عن نادي الزمالك اقول، لو شفت حاجه عن النادي الاهلي اقول، لان انا هنا بكلم جمهور،